ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you محسن؟ إن شاء الله our plan for this month continue memorizing سورة القارعة إن شاء الله بإذن الله from آية 5 until آية 11 إن شاء الله بإذن الله, and we can start also a new سورة بإذن الله إن شاء الله. First I will read سورة القارعة from آية the whole سورة. Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة, ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. We can take also some آيات from سورة العاديات. Until آية 5 from سورة العاديات. Until آية 5 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن شاء الله this is our plan. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.